يلا الولد بكرفته. شوي حبيبي رح تتحسن أكيد. يا شباب زكو، لك وين راحوا هدول؟ لوين رايح؟ تعال اخبيك. يلا فوت. لؤي خبرني، لك وينك ولا؟ شو مالك سامعني؟ تارك البيت بدون حراسة؟ أنا بورجيك، تعال عندي. أهلين يا أغا، شو صاير؟ ليش ما في حدا عم يحرس البيت؟ الشباب جوا عم ياكلوا. هاي لؤي. ما في شيء، عم تتزهرم ما هيك؟ روح كمل أكلك، يلا روح. أنا فايت اندفس. إن شاء الله نوم العوافي. يلا يلا تعال. افتح الباب. زكو طمني دكتور، الولد صاير له شيء؟ حرارته مرتفعة ووضعه سيء، لازم أخذه على المستوصف بسرعة. ليش واقف؟ يلا بسرعة. وقت يلاقي الأغا ابنه مختفي رح يسأل عنك، أنت خليك هون بلا ما يشك فيك. بهي معك حق. انتبه دكتور، إذا بيعرف عمر أغا أنه نحن يلي خطفنا ابنه رح يهد الضيعة فوق روسنا. أنا مو خايف من الأغا، المهم أني أنقذ يزن. إن شاء الله. يزن شد حيلك حبيبي، بإذن الله رح يطيب ويرجع مثل الأول. لولاك ما كنت بعرف شو بدي أعمل. يلا بخاطرك عم زكو. أنا متأكد إنه الأغا رح يجن وقت يعرف إنه ابنه اختفى. طيب شو بدنا نعمل؟ يعني نترك الولد لحتى يموت؟